اللغة العربية مهمة جدا 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 في تعلم الدين. الدين عنده شلها عربي ما تعم بيزعون عبو يتخيل جيشات عنوي. اللغة العربية ليست لغة العرب فقط. عربي ما تأي عربي جناغي يتيري بيبات ميت. اللغة العربية هي لغة كل مسلم. عربي ما تأي بق أوجا مص بوصل دين موت بويز. لا يمكن أن نفهم الإسلام فهما صحيحا إلا بدراسة اللغة العربية. ودين نتسين مدرة وقيت خير شتلاها قيت ويشات حون أتعرب وموت تاني. اللغة العربية لغة سهلة. تحقق عرب وموت أهتأ بويز. الله سبحانه وتعالى يسر لنا هذا الدين. تحقق الله هو هردين أهتنا وين. علينا فقط أن نسلك نتعلم. دعوين تعدك هدو يحلها تصدق عام دردق.